طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بألف خير. ها نحن يا أحبائي نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني. سنبدأ هذا الأسبوع يا أحبائي بالتركيز على مهارات اللغة العربية من محادثة واستماع وقراءة وكتابة وتعبير. سيتم خلال هذا الأسبوع بقراءة قصة إنها زهرة واحدة، والتي تتحدث عن الوحدة، وهي الوحدة باسم نتشارك الكوكب، والتي تتحدث عن النباتات، حيث سيتم التعرف على النباتات وأنواعها وأجزاء النبات من خلال قراءة قصة إنها زهرة واحدة. سيتم التدرب على هذه القراءة من خلال الاستماع إلى القصة، ومن ثم طرح الأسئلة حول هذه القصة، والتعرف على الصور من خلال تحفيز مهارة المحادثة. أيضا يا أحبائي سيتم التدرب على قراءتها صفحة صفحة وفقرة فقرة. من ثم أيضا سيتم التعرف على أهم المهارات التدريبية من خلال الحروف المعطاة خلال الفصل الدراسي الأول كمراجعة شاملة للمادة. أيضا يا أحبائي سيتم خلال هذا الأسبوع على كتابة فقرة بخط النسخ وتحديد يوم للإملاء، وستكون الإملاء ببعض الكلمات التي لها علاقة بالوحدة مثل نبات وصار، وكتابة جملة في نهاية كلمات وجمل الإملاء. أيضا يا أحبائي سيتم تحديد موعد هذه الإملاء. أيضا سيكون لدينا تقييم للإملاء، سيتم تحديده في الإيميل وورقة الواجبات الأسبوعية. سيتم التدرب على القراءة من خلال البطاقات المعروضة على اللوح، من خلال اللوح الإلكتروني وبطاقات المعروضة على اللوح بخط اليد، والتعرف على التهجئة والقراءة السليمة والكتابة الإملائية على كتيب الإملاء بالإضافة على دفتر الإملاء. سيتم التدرب على القراءة والكتابة الإملائية كل حصة للغة العربية. القراءة ستكون من خلال درس في الحقل وإنها زهرة واحدة، والتي تركز على الوحدة النبات. سيتم أيضا تحديد موعد تقييم لقراءة البطاقات المعروضة على السبورة. أيضا سنقوم يا أحبائي بالذهاب إلى المكتبة وقراءة قصة لكاتب الشهر وهو زكريا تامر بعنوان عشب أزرق. طلابي أحبائي أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء.